العال في احد التصريحات ونرجع تاني. بس انت يا عم رضا طول الموسم بتقول ان الزمالك بطل الدوري ومفيش اي ده. انا ما قلتش الكلام ده بجد. بص لا انا ما قلتوش ده. كل دي المواقع اللي هي منتحله اسمي انا. بص انا كنت مع ابراهيم فايق يا استاذ فتحي قلت الزمالك هياخد الكونفدراليه السنه دي والاهلي هياخد الدوري ويبقى كده ده جمهور الزمالك اتراضى وجمهور الاهلي اتراضى وكفى الله شر الكتاب بالنسبه للمؤمنين. ده خلاص اتراضى وده اتراضى. كابتن رضا عبد العال بيقول انا ما قلتش ان الزمالك هياخد الدوري مع ابراهيم فايق. طب تيجي نسمعه كده ونتاكد هو قال ايه. هقول لك على اسماء الفرق اللي هيلعبها الاهلي واللي هيلعبها الزمالك واللي هيلعبها بيراميدز وتقول لي توقعاتك ايه للنتائج بتاعتها. اقول النتيجه النهائيه وفقا لحسابات الكابتن رضا عبد العال. الزمالك يبقى بطل الدوري ب 77 نقطه، يجي بعديه في المركز الثاني بيراميدز 76 نقطه، يجي بعديه في المركز الثالث الاهلي 75 نقطه. قول بقى انت عايز تقول ايه ملاحظات. لو جروس كمل الفتره اللي جايه دي مش هيكمل 70 بوند. مش هيكمل 70 بوند. متشكرين يا كابتن رضا. انما لو جه مدرب تاني انا بقول لك سهل جدا ان ياخد الدوري. وبين ان كابتن رضا عبد الحق حب يقفلها خالص، تعالوا نشوف توقع مين المدرب التاني اللي لو جه بدل جروس الزمالك هياخد الدوري. طب بصفه عامه الزمالك السنه دي ياخد الدوري؟ ياخد الدوري لو انا بقى مختلف هنا مع امير فؤاد. احنا عايزين تدعيم واحد في يناير الفتره اللي جايه. جروس يمشي ويجي مدرب تاني. انت مش مقتنع بجروس؟ وربنا ما بص انت عارف لو معانا خالد جلال كان زمان دلوقتي انت مضيع كام بونت؟ سبعه. صح؟ انت خسرت من النجوم، تعادلت مع سموحه، تعادلت مع بتروجيت، كده سبعه. لو خالد جلال معاك انت كنت خدت السبعه بونت دول. لو خالد جلال معاك انت ما كنتش خسرت السبعه بونت عشان يرجع الكابتن خالد جلال يقود الزمالك عشان يفقد بالفعل سبعه بونت بتعادلين وهزيمه. ده كان كابتن رضا عبد العال اللي بنحب نقول له ونقول لاي حد. طبعا احنا بنحترم كابتن رضا عبد العال وكل الشخصيات اللي نتناولها، لكن خد بالك من كلامك. هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات الاهلي خط احمر. اوعى توقف.